يعني هتعمل لي ايه اخطر من اللي انت عملته بقى يا راجل؟ اسافر كام يوم ارجع الاقيك مبوظ الواد، لاعب في نفوخه ومقسيه عليا. نعم، لا حرام عليك، حرام عليك تهد كل اللي بنيته في سنين. بتقول ايه بحضرتك؟ يا سلام، من امتى بقى الحب ده كله؟ ايه؟ توك بقى ما افتكرت ان عندك ابن اخ اسمه هلال. بقول لك ايه يا حاج، هي كلمه واحده بس، عندك ابنك بدر اعمل فيه اللي انت عايزه، ان شاء الله تعمله كفته، لكن ابننا مالكش دعوه بيه خالص. يما ما يصير، هذا عمي عيب. اخرس خالص، انت لما انا اتكلم ما تتحشرش. يما اخرس. ها؟ اخرس؟ انا انخرس؟ انخرست من لسانك؟ لا يا بنت الاجاويل، لا يا بنت الاصول، تسبيني بعد؟ انا انخرس؟ بعد مو قاصر تقولي لي انكعم؟ انكعمتي انتي؟ ها؟ ازلف؟ زلفي انتي وهلك؟ لا تسبيني. شلون؟ لا والله قايل حق ولدك هلال اخرس. ايه تقصين علي؟ مو انا ياهل مدمق ما افتهم، انا اعرف كل شيء. يبا يمكنها صادقه، يعني ترى ما ظنيت مرت عمي تسبك هالسبه هذه، يمكن صادقه قايله حق هلال. خوتو كله تعمون فينا وبس. اسكت انت، ما تعرف سوالفهم. انا اعرف سوالفهم ولا عيبهم كيد النساء. سمعي يا سميحه، اعناد فيك، حشا والحشا عندنا عن الف يمين. ما حد بيزوج هلال الا انا، انا اللي بزوجه وبزوجه نوف. رضيتي ولا رضيتي؟ أنا آسف يا ماما سميحة، آسف. يا سلام، آسف بعد إيه؟ تفضل تفضل حضرتك، روح يا عمك هو يوضب لك كل حياتك. بس يا ماما سميحة، عمي ما له شغل في الموضوع، الموضوع يخصني أنا يا ماما. عمي ما قال روح بها، بصراحة أنا اللي شفتها وأنا اللي حبيتها. يا سلام، وكمان حبيتها؟ ليه بقى؟ حضرتك شفتها كم مرة؟ شفتها 5 مرات. حبيتها من أول نظرة، من أول مرة. ماما أنا أول ما شفتها حسيت إن أكو شيء ضايع مني، ولقيته. قلت بس خلاص، هذه الإنسان اللي أدور عليها طول عمري. يما نوف صارت بالنسبة لي أنا فتاة أحلامي. فتاة أحلامك؟ لا، فتاة أحلامك بنت أم سعود. أنا طول عمري أدور على واحدة زيها. خلاص تزوجها انت. جري هلال، انت هتهزر معايا ولا ايه يا ولد؟ لا يما انا مو قصدي كذي، الله يطول لي عمرك. يما مو المفروض اني انا اللي اتزوج؟ خلاص المفروض اتزوج الانسان اللي احبها. خلاص تاهت ولقيناها، اول ما هشوف بنت ام سعود هتحبها على طول. خلاص تاهت ولقيناها، وانت اول ما تشوفي نوف اكيد بتحبينها. نوف يما بصراحه هي الانسانه اللي تصلح لي، بنت ابو سعود ما تصلح لي. طيب خلاص انا هروح اشوفها. يا بعد عمري يا يمه، ايه هذا الكلام اللي يونس؟ هذا الكلام اللي يبرد الكبد. يلا يمه يلا بسرعه قومي غيري هدومك، خلينا نروح لهم عشان تشوفينها وتعاينينها وتفحصينها. ايه يا مخبول ده؟ نروح دلوقتي؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ حتى لو تكون الساعة 50، خير البر عجلة. يلا عجلة؟ لا عجلة ولا. بقولك ايه، اكيد نوف واهلها عارفين ان انت مستربح كده هوت وهتموت عايز تتجوزها. بقولك ايه، انا عايزك تتقل كده هوت شوية وتركز. اتقل في فرح عمك وابن عمك، ابقى اشوف الست نوف، اشوف الست اللي لحسة مخك. يبا او هلا يا رم انا، هلا هلا يا رم انا، الحلوه زعلانه، الحلوه زعلانه. نوف وين قطعت الخام اللي شريتها قبل يومين؟ وديتها الخياط يفصلها لي ذاك النفنوف اللي يقبل علشان البسها حق العرس. نعم، وانا شلبس بسيطه، ما في مشكله. تروحين انت تقولين حق زوجك ابي فلوس، لان انت عندك زوج، تاخذي منه فلوس، تروحين السوق تشترين القطعه وتودينها الخياط. ما عندي وقت، العرس بعد يومين. بعدين بقول لك شغله يا خلود، انت واحده متزوجه، مو محتاجه انك تكشخين وتبدلين وتلبسين لك لبس جديد.
اي بدله عندك من بدلات السهرات هذولا والحفلات طقي لك اي بدله لبسيها وروحي، لكن المفروض اللي تكشخ وتلبس انا. لازم اطلع بشكل حلو علشان الناس تشوفني وتخطبني وتفتكين مني. انا مستعده اعطيك كل ثيابي وكل ذهبي بس افتك من وجهك. على طهر الذهب نسيت لها كلك. شنو؟ بقمتك. ايش فيها؟ اخذتها. وانا ايش البس؟ سوارج. ايش فيه؟ اخذته. يا سلام. وانا خواتمك. ايش فيهم بعد؟ قلقصتهم على ايدي قصب طيب. بقى شيء بعد ما خذيتيه؟ نسيت لا اقول لك. شنو بعد؟ جوتيك قصته طلع مقدي. حشوه. نعم يا يمه نعم، هذا انا قدامك. قولي كل اللي عندك بس خلصيني بسرعه لاني انا مستعيله. وي 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 ايش فيك يمه؟ علامك انت كلها مستعيله بس. سمعيني زين، انت تدرين زواجنا قريب، فكل اللي ابي منك انك تتصلين براعي البيت وتقولين له يا يمه خلاص احنا بنطلع وخلي اجر البيت. حاضر وعلى امرك. تسلم. بالبركة يا فوزية. الله يبارك فيك. بالبركة يا بدر. الله يبارك فيك. بالبركة يا نادية. الله يبارك فيك. بالمبارك. بالمبارك. يا الله يسلمك. بالمبارك إن شاء الله. بالمبارك. عسى الله يتمم على خير. بس كافي. ضاحي مستانسه. صدعت راسي. يا الله يهداك. اذا ما تستانس الليله ما تستانس. مبروك. مبروك يا ضاحي. مبروك يا فوزيه. الله يبارك فيك. مبروك يا نجم. مبروك يا بدر. الله يبارك فيك. بالمبارك دعمي بدر. بالمبارك منك المال ومن هالعيال. بالمبارك. بالمبارك عمي. الله يبارك فيك. بالمبارك. اي خلاص خلاص. بالمبارك مديرنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كلكم بالمبارك. الله يبارك فيك. ألف مبروك. عقبالي. لا عقبالي. ها الفرقة وصلت. طقر طقر طقر. من الفرحة. الله. طب وليه ما تقولش بقى ان العروسة وشها نحس عليه؟ عمك ده هو طول عمره راجل مخبوح. معقول واحد في سنه يروح يتجوز؟ ده المفروض يقول يلا حسن الختام. لا ورايح متجوز لي واحدة اجن منه. يا نهار ابيض.
ده كلام يمه. الزواج على سنة الله ورسوله مو حرام يا حبيبي. ما قلناش حاجة، بس ما يصحش ما يصحش. انت ما سمعتش المعازيل قالوا ايه؟ ده كانوا بيتكلموا على فوزية كلام وحش قوي. معقول معقول واحدة في سنها وتروح تتجوز دلوقتي؟ لا، وايه المصيبة؟ بتتجوز في نفس اليوم اللي بنتها بتتجوز فيه. والله انا كنت في نص هدومي علشان خاطرها، اتكسفت لها قوي. يما الحين مو وقتها تركي موضوع فوزية وخليش موضوعي انا. ها اليوم شفتي نوف، اكيد حبيتيها من اول نظرة. يا ريتني يا ريتني ما شفتها، يا ريتني يا ريتني ما شفتها. ما تزعلش قوي كده يا اخويا، انا لا حبيتها ولا كرهتها، بس بصراحه كده هوت حاسه ان دمها تقيل على قلبي. لكن انا غير، دمها خفيف على قلبي. ها يا سلام. على فكره البنت دي بتاعت حركات، انت ما شفتش اول ما دخلت الفرح عملت معايا ايه؟ لا انا خاف منها، اخاف منها قوي. لا 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 لا، انا مش هجوزها لك. لا البنت دي هيك ممكن تبعدك عني، تحرمني منك. يا ماما سميحه، مو بس نوف، نوف وغير نوف، اي واحده بتزوجها بتفكر اول شيء تفكر فيه ان تفرق بيني وبينك. بس انا المهم انا اقدر افترق عنك؟ لا يمكن اتفرق بيني وبين اعز انسان عندي، حبيبة قلبي ماما سميحة. بعدين يا ماما ما أحب أكون سكان مرته. والله أنت ود أونطقي. ها شنو الحين؟ قرأ إيه؟ قرأ إيه ليل؟ الله خلاص سيبنا فكر شوية. ده جواز يا حبيبي مش سلق بيض. هذا أنت طول عمرك هالشكل، خمس مرات تخطبي لي خمس مرات وتعفسيني، وإذا حبيت البنت وقربت تزوجها قلت خلاص بعدين خلني أفكر يا ابني، وتعفسيني فوق تحت. علشان كذي أنا ما بخطب نوف، بتزوجها على طول. على طول؟ طيب ربنا يسهل. المهم دلوقتي نطمن على الرجل اللي مرمي في المستشفى، عايز تتجوز. يا القهر، احنا متين تزوج. والله هداك يا عمي بس ما طحت إلا اليوم. يبا يبا هاي يبا منو؟ أنا بدر ولدك. إيه يا هلا بدر، شلونك يبا؟ الله يسلمك يبا. ها بشر شلونك؟ إن شاء الله أحسن. لا الحمد لله أحسن، أحسن من أمس. هذا الدرب الثالث اللي حطونا لي. إيه أجر وعافية إن شاء الله يبا، أجر وعافية. الله يسلمك. الله يسلمك. وين أمك؟ ها؟ أمك وينها؟ أمي؟ إيه سلامات يبا، إيش فيك؟ أمي ماتت. ها؟ أمك ماتت؟ إيه ماتت. إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعوا. المسكينة ما تحملت الصدمة. من يا فوزية ماتت؟ شلون شو ماتت؟ من يا أبي طاري فوزية الحين يبا؟ الله هداك. من يا طاري فوزية؟ تسألني عن أمي؟ إي أمك فوزية. أمك هي الله هداك، مو أنا متزوجها مثل أمك هذه. عندها صارت أمي بتوك متزوجها. بسم الله الرحمن الرحيم، إيش ترى أنا عمال تقولي عن أمي أنا؟ يبا ما فيها شيء، فوزية كاهي قاعدة بالانتظار تنطر، ما فيها شيء. ويا نادية احنا يومي هناك لقيناك نايم، ما بغينا نزعجك ونقعدك. الله يقطع بليسك، خرعتني اشوه. الحمد لله زين. نادي امك فوزية ولا تجي وياها. نادي امي فوزية؟ والله انا والله اول مرة اشوف شهر عسل بالمستشفى. يا الله معود شلونك تزوجت، بس فكيتنا من اكل هالمطاعم، ذبحتنا ويا مطعم وحيد وطارق هالمضروب ويا الدياي مالهم. اي والله يا معود زين. بس اشوه بس اقولك، ها عاد لا تجد نفسك يبا، ترى انت مريض عندك القلب. انت اللي ما عندك قلب، ما نصحى منك. لا شابج يلا قدمك اشوف. ان شاء الله كاهم وصلوا يبا كاهم. يلا سلامات سلامات يا بعد عمري. شلونك ضاحي؟ ان شاء الله احسن الحين. لا الحمد لله شو من امس الطبيب طمنك، وهذا الدرب الثالث اللي حاط لي. ما تشوف شر، الله يقومك بالسلامه يا رب. شلونك انت الحين؟ شلون عروستي؟ هذا انا قدامك. ما فيني شيء الحمد لله. الحمد لله. اقول ضاحي انت الله يهديك، الحين ايش لك بالرقص؟ ها انت كبرت على هالسوالف، ما فيك شده؟ لا فيني شده، الله هداك ان شاء الله فيني شده. فرحان فيك. يا بعد عمري وانا هم فرحانه فيك. يا ربيانة حياتي انت. الله يا قلبي قلبك. طالع 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 مو تتعلمي منها الحنان. ايش دام انت يعني اللي قصرك تعليم؟ شوفوا بوكو علي اللي ذبح نفسه وهي
يقول شعر وساكت بعيون. عمي عمي ألف سلام عليك إن شاء الله ما تشوف شر، أجر عافية إن شاء الله. إيه زين لا رد عليك. غيبي عنك. عمي ولا بالبال. طيب ساكين الجامعة ما يدرون عنا إن إحنا واقفين أسمع. تتيت. ألو. سيارة طيب. يباي إحنا هني أنا ويا نادي بنمشي بنروح البيت. لا 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 خلكم وياي لا تخلوني بروحي. شنو تستحين؟ خايفة مني يعني بش أنا رأي لك أنا لا تخافين. لا يا ضاحي أنا خايفة عليك، أنت مريض وعندك القلب والطبيب وصاني وقال إنك لازم ترتاح. على اسم كلام الطبيب، أنت طبيبي، أنت دواي وعلتي. هي موتة واحدة يا بنت الحلال، حد مخلد بهالدنيا أنا موت يا الله. المهم إنه قبل أغمض عيني آخر شيء أشوفه هو وجهك، وآخر شيء ألمسه بحياتي هي إيدك الحنونة. دكتور؟ نعم. عفوا شلون حالة الوالد الحين؟ الحقيقة الوالد حالته غير مستقرة ويحتاج إلى عملية. عملية؟ نوف 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 لحظة شوي أرجوك تسدين التليفون. إي ماني ساكتة بس أنت قول لي أنت منو وش تبي؟ ما تعرف اسمك؟ أكو واحد ما يعرف اسمه؟ هاو أنت فيك شيء ولا بالع شيء؟ لحظة شوي ما حد يتمتم بالحكي إلا هو. الو 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 لا اخوي حمود مو موجود لا لا الحين ما ايه اد 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 ها ها انا ادري انه بشو ب ما 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 يخاف ما يخالف انا انطرج كل واحد لا لا بس انا بغيت اقول لك شيء ها الحين تحكي الحين لحظة بغيت أقولك بس ما أدش بغيت أقولك أنت قولي أي شيء أنت قولي إيش تبي أقول لك قولي لي كلمة حلوة يا حبيبي الله حبيبي مرة واحدة هلال اعمل سكة يما معقول يا هلال اللي بتعمله ده؟ ده انت شاب متربي ومؤدب وابن ناس، ايه الاخلاق بتاعت الصيعة دي؟ معقول؟ طب افرض اهلها عرفوا دلوقتي، عرفوا ان انت بتعكسها في التليفون. ما 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 عكستها في التليفون، انا بس حبيت اتصل فيها علشان بس اسمع صوتها. يا حبيبي تسمع صوتها؟ ليه يا اخويا؟ هتسمع ام كلثوم؟ يا هلال يا ابني يا هلال يا ابني انت متغير قوي اليومين دول. زين يا ماما سميحة زوجيني وافتكي مني زوجيني وافتكي مني على فكرة انت عامل زي العيال الصغيرة لما يجبطوا في لعبة خلاص لا ياخدوها انت ما رحتش الشغل النهاردة ليه يما انا تعبان وما لي خلق اروح الشغل بصراحة يما انا تعبان وما لي خلق رحت زرت عمك في المستشفى ولا برضو تعبان وما لي خلق صراحة ما فعلا تعبان وما لي خلق
وبعدين انا ما 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 ما, ما بيطلع من البيت، بقعدني كله في البيت، بعتكف في البيت ولما تزوج لي نوف كيف اجعد؟ استغفر الله العظيم، ايه اللي قلب كيانك يا اخي؟ اتفضل اتفضل اتصل باخوه حمود. اتفضل. ما صدقت يما وتخبي لي نوف وخاف رجع غرض ثاني؟ ايه يا ابني ايه غرض ثاني وثالث؟ اتصل باخوه. حاضر حاضر يا الغالي حاضر. والله حلوه قوي، حافظ نمرتها ومش حافظ اسمه. لا يما انا اسمي هلال. مشغول الخط. الحمد لله يا رب يفضل مشغول على طول. لا يا رب يا رب يتقطع الخط خالص. لا ان شاء الله ان شاء الله راح يتبطل الخط. انا ما راح اخلي الخط، انا وراك وراك لما يتبطل الخط. ايه يا بدر وبعدين؟ الطبيب الطبيب ايش قال له؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زين زين يا بدر انا مركم بعدين ونشوف شو بنسوي. الله كريم. مع السلامة. مع السلامة يا بدر. علي عملية بالقلب مرة واحدة؟ ويهمك الفقر على الريال وعلي؟ عن ابوكم شنو انتو فقر؟ انتو فقر. السود في ضاحي هذه امك يا بتلة بليلة عرس القلب، هذه باكر ايش بتسوي فيه؟ يا امي يا بتلة القلب انت جبتي كل امراض الدنيا حق رايلك لين ما قهر. وبعدين وياكم؟ يعني بذمتكم هذا وقت الحين؟ يا حمود الله يهداك، انت ما تدري في مرتك تموت على النجرة والمداحر، ما عليك منها حقرها. انت حين قول لي وعلي ضاحي هذا انت بيسووا له العملية هالمقروض؟ ضاحي المقروض؟ ما حد مقروض غيري. لكن المهم طبيب يقول لازم يسافر برا للعلاج، منها علاج ومنها شهر عسل. وش حق الخارج؟ مستشفياتنا احسن مستشفيات ما شاء الله، احسن الدكاترة عندنا. العلاج في الخارج هالايام حق التشيحط. حق التشيحط يتشيحطون اللي يروحون تعالجون برا، عيل بعض الناس اللي راحوا وكم مرة رايحين ورادين رايحين ورادين، ومثل ما راحوا وردوا لا علاج فاد ولا شيء فاد. عيل هذول بلش حقه رايحين تشيحطون، لكن مقيولة مقيولة. يقول لك البعير ما يشوف طول رقبته. لا شفتها وأدري إن ما يبي عيال. مو هذا اللي يدور ببالك؟ مو هذا اللي بتقولين عشان تحايريني؟ كهو كاو اخوك يمك يلا قولي له قولي له كوكي خلي يطلقني ويتزوج وحده ثانيه تجيب له عيال. فاقكم عيد. وبعدين معك ابوك استحي عيب عليك. ليه متى انت بتتمين كذي؟ يعني استانسين لمت؟ انت بتموتيني قصر عمر. بسم الله عليك الرحمن الرحيم يا اخوي، ان شاء الله يا ربي عدوينك واللي كرهونك يا رب. احنا شفيت الحاجة شفيت. خلاص خلاص لا تعصب لا تعصب اخوي الله يهداك. ايش فيك انت كذي عصبي؟ ولا يهمك، برسم الخدمة اروح حق خلود واحبها على راسها واستسمع منها واعتذر منها، هذا كله علشان خاطرك يا اخوي يا ابو مساعد. يا اللي مساعد مو راضيي. هذا انت تقطين الكلام ما تثمنينه، وبعدين انا اسفه اروح براسها اتسامح منها. شفيك سمعي انا بقول لك شيء يخفى عنك، بقول لك الحقيقه اللي انت ما تدرين عنها علشان ما تعايرين مره ثانيه. خلود لعلمك سالفه العيال مو من خلود، انا اللي ما فيني عيال. وي يمه يمه تعالي تليفون اميرن يرن. لا لا يا ابني حصل ايه حبيبي؟ تليفون بيت عمي هو يرن. كل ده عشان التليفون؟ حرام عليك حرام عليك يا اخي، انا افتكرت فيه زلزال كوارث. لا 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 تليفون بيت عمي حمود يرن. الو الو هلا هلا مرحبا وينكم فيه؟ الله يطول لي عمرك وينكم فيه؟ صار لنا مده احنا نتصل فيكم تليفون ماكو احد. انا دقيت تليفون وانتم سكتوا بوي. ايش حق سكتوا؟ انا شكو؟ اي بس انا اي انا ماما سميحه. انا سميحه انا ام هلال. لا 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 ما ولا تليفون قاعد يصارخ ويهاوش.
كلمي 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 يا كاسف يا كاسف. انت عارف يا واد انت انا لو عندي 100 بنت عانس اسيبهم يحمضوا ولا اجيلك واحده فيهم. الله يا يما، مو المثل يقول القرد في عين امه غزال؟ اتليه اتليه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا هلا ابو مساعد. عفا عليك يا ام هلال، البيت بيتك. يبا حياكم الله في اي وقت. انتوا اللي داشين واحنا اللي طالعين، حياك الله باي وقت. يا اهلا وسهلا، شرفونا. يا هلا، مع السلامه. مع السلامه. اقول اخوي حمود، ايش تبين؟ هذه ام هلال. منو؟ انا اعرفها. نوف، انت ما تعرفين ام هلال؟ ليش ما تيوزين من هالعيارة؟ ليش ما تيوزين من هالتغيشم؟ يعني ما تعرفين ام هلال مني؟ اي تذكرتها. اي هي مرت اخو العم ضاحي. بس اخوي حمود، انا يعني فهمت من حكيكم ان هي تبي تزورنا. يعني يا ترى ليش تبي تزورنا؟ شنو ورا هالزيارة؟ ورا هالزيارة فكر، ورا هالزيارة راح تبالوا وناسها. ولو اني انا عارف روحي بتم بمشاكل طول عمري. واي لا لا، عسى الله يفكك من المشاكل يا اخوي حمود، انت ويا مرتك خلود. يا رب يا رب ان شاء الله. اقول اخوي حمود، السالفة اللي قلتها لي اليوم ان انت اللي ما فيك عيال وان خلود فيها عيال، مو كأنك قايل لي هالسالفة هذه من زمان؟ اي بس بصراحة ما راضي تدخل بمخي، ماني قادر اصدقها. نوف، يعني اذا انت مصدقه شو اسوي لك؟ انا قايل لك السالفه 50 مره، ما انت مصدقه احلف لك عشان تصدقين؟ لا لا لا، ما يحتاج تحلف. انا 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 انا, أنا ادري ان لساني طويل وساعات انه يصير حكي جارح كالسكاكين ويدق قص، ادري. اي بس انا مستعده اني انا اصلح غلطتي واروح اعتذر حق خلود. اتمنى هذا. بس اخوي حمود، شنو ورا الزياره؟ وي 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 وي، ايش حق هالهدوم هذه كلها؟ كل هذول بتودينهم المصبغه؟ اقول خلود، ايش رايك اروح اجيب لك هدوم تودينهم وياك المصبغه؟ ثيابك نظيفه، انسان شو هو اللي يبيلك تنظيفه غسيل؟ شوفي طلعي فانا مالي خلق، جانا واصلح حدي ترى. حد عمري بعد عمري تبكين؟ انا ادري في حمود، وهو ماكو غيره، هو اللي مزعلك. دليتها معك انت، شلون يعني؟ كان هذا البيت وطالعه. يا بعد روحي، هذا البيت اكيد انا اللي مزعلتك، وانا اللي مكدره خاطرك. بس اقول لك خلود، بتهدين البيت وبتروحين، وين بتروحين؟ ترى امك واختك تزوجها وراحوا بتريحيلهم. مو شغلك، بروح اقعد بروحي، مالي خلق قاعد زين. خلود الله يهداك، انت ناسي ان بيتكم كان اجار؟ ترى الريال اللي مأجرين انتو عنده خذ بيته ومو راضي اجره مره ثانيه، فهميني وين بتروحين؟ يا ربي كسرتي خاطري. خلاص انا اسفه عاد، خلاص عاد اسفه على كل كلمه قلتها لك. يا كثر ما تاسفين وكثر ما اسامحك، بس ماكو فايده. لا اكو فايده هالمره، اكو فايده. انا معترفه بغلطتي وادري اني انا اللي غلطانه، وبعدين حمود هو اعترف لي بالحقيقه وقال لي هو اللي ما في عيال مو انتي. حمود قالت كذي؟ وحلف لي بعد ووصاني اني ما ابطل حلجي ولا اتكلم ولا اقول حق اي احد هالموضوع، وانه يكون سر. اقول خلود، مساحه سميحه ام هلال اتصلت فينا، حكاها اخوي حمود عشان تقول انها راح تزورنا اليوم ليله. الحين عرفت ايش حق انت جاي تاسفين؟ تطمني حبيبتي، ترى ما في وحده كثر تتمنى انك تتزوجني اليوم قبل باكر. يا ربتي الليله تاخذك معاها يا رب. ردي هدومي مكانهم. تبتكين مني؟ ايش دعوة عاد الحين انا ميتة عليك وعلى وجهك؟ انا اللي بفتك منك فرقاك عيد.
نوف؟ لازم أقول لها علشان أسكتها وأربط لسانها. غلطان يا حمود، لا تظن إن أنا بستانس على الحكي هذا اللي قلت عن نفسك، حتى لو صج ناسي أختك إنها ما تحفظ سر الحكي هذا قدام الناس كلها باكر، وتحرف كلام الناس. عيل لعلمك يا خلود، أنا قلت هالكلام قدام نوف عمدا علشان أبي يوصل حق كل الناس. في أحد يقول عن نفسه إشاعة مثل هذه؟ أنا، لأن أنت عندي أغلى من كل الناس. خلود، ساعات الكلام يصير ما له معنى من كثر ما ردده. أنا ألف مرة قلت أنا راضي بنصيبي، حامد الله وشاكر فضله، يبقى أنا راضي خلاص. يعني لا يمكن الواحد بياخذ كل شيء بالدنيا. كان زين أخسر كل شيء بهالدنيا بس الله يرزقني بولد. يا بنت الحلال، الخير ما حد يدري وينه فيه، الخير عند رب العالمين سبحانه وتعالى. بعدين خلاص الله سبحانه وتعالى متنعم علينا بفضله، رازقنا المال والحلال والصحة، إيش نبي أكثر من كذي؟ ولد؟ خلاص هذه حكمته، ما الله رازقنا بولد، ما حد يعترض على حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. أحلى كلمة قلتيها، ونعم بالله. قولي لأم عبد الله الموديل ده عندنا في المخزن، لو عجبها أطلعه لها على طول. أوكي. رد على التليفون وحياتك، لو كان هلال قول له ماما في السكة، لحسن أنا خلاص اتدوشت منه، كلمني أكتر من 20 مرة. وقولي لها على الموديل ده. ألو؟ أهلاً أهلاً يا أستاذ هلال، أهلاً. لا يا فندم، ماما خرجت ورايحة لك البيت على طول. معلش يمكن نسيت التليفون عندنا هنا، ولا يمكن قفلة تليفون السيارة. العفو، مع السلامة. ده زعلان قوي وعلى آخره. إيه الحكاية يا مدام؟ يا سيدي مستعجل، عايز يخطب ويتجوز. ربنا يوفقه ويهنيه. هلال ما عادش صغير. حضرتك راجعت الحسابات؟ الحسابات طبعا راجعتها كلها مظبوطة زي كل مرة، بس أنا عايز أعرف بقى، أنت مش تبطل شغل الحاجات دي، ورق 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 ورق، أنا جايبه لك كمبيوتر، اشتغل عليه، اتعلم، ده سهل قوي. أنا يا مدام؟ أيوه. ربنا يسعدك يا فندم. أنا يا مدام خلاص زي ما تقولي كده يعني راحت عليا. أصل دماغي اتبرمجت على الدفاتر والقلم الجاف والحساب بالطريقة القديمة. الكمبيوتر ده عايز شباب صغير، شباب زي الأستاذ هلال كده. هلال؟ هلال كل أمله في الحياة يتجوز ويستت ويقعد في البيت. ياه أنا اتأخرت عليه قوي. عايزيني في حاجة تاني؟ لا يا فندم سلامتك، بس يا ريت حضرتك بكرة تيجي بدري شوية علشان أنا رايح المينا أخلص إجراءات الرسالة الجديدة اللي وصلت. طيب يا سي حاضر. آخ هلكت خلاص من الشغل، مش قادرة، بس بحب الشغلانة دي. أعمل إيه؟ ابقى في المكتب. ها؟ إن شاء الله يا فندم. يلا مع السلامة. الو، ايوه يا فندم، ايوه تمام، احنا ورقنا جاهز، ومن بكره الصبح اكون عندك في المينا 7:30 ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. شو هالحكي يا بدر؟ السفر باكر الصبح؟ اي بس انا اعتقد ان يعني حاله الوالد مي خطيره لهالدرجه. يلا الله يشفي، ان شاء الله يشفي كل مريض. بس قول لي انتم لازمين تسافرون وياك كلكم. يلا هذا قدركم يا بدر. صدقني ساعات المرض يكون امتحان واختبار للعبد من رب العالمين. ايه هذا قدركم، بعد شو تسوون؟ يلا الله كريم. حاضر حاضر حاضر، مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا قوم، إيش تنطر؟ قوم خل نروح نسلم على ضحي أمي واختي قبل يسافرون. يلا ومهلال وهلال اللي بيقايل لكم بيومكم يزورونكم ساعة 8. علامش قمت تقطين خيط وخيط؟ قالت تقطع مثله. يبا ما احنا رايحين، لا تخافين، بننطر مهلال على قولتك، ولو إن زيارتها بهالوقت مي مناسبة. هلال
تعالي 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 وياهد. وين رايحة؟ فتش الباب. تبين انت تفضلين الباب وانا موجود. يلا جدامي داخل. يلا 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 داخل داخل. احتراماتي لك يا خالي. هاي خالي. هاي مرت خالي. ما تستحي انت. هاي خالي. هاي مرت خالي. وين داشن؟ اقعد وانثبر بس. انطم انطم حسك. لا بالله خوش زياره بوقتها. ما حد شافك من شهرين. ايش معنى الليله زرتني؟ ولهت عليك يا مرت خالي. ولهت عليك يا خالي. ولهت عليكم. ولهت على امي اللي ناسيتني ولا كني ولدها. اللي هي وينها فيه؟ يماي يماي تعالي تعالي حق ولدك. تعالي حق ظناتك يا يما. تعالي احتراماتي لك يا معدول. تعالي يا حبيب امك. يا بعد امك تسال عن امك. امك هاي واقفه قدامك. تسلطت اليوم علشان تدق قفادها. ياي انا ابوك شهرين ما تدري عني. حتى التليفون ما رفعت تسال عني. المفروض انت اللي تسالين عني يما وتحاتيني مو انا. ولا ام اكو ام بالدنيا ما تحاتي ولدها ولا تحاتي حتى بالتليفون. يما القطوه اللي هي قطوه ما تدعي عيالها الا لما تتاكد انهم يقدرون يعتمدون على انفسهم. جيلي الحيه. لا جيلي الحيه اللي ما تستحي على وجهك. انا تشبهني بالقطوه؟ انا ابوك شهرين ما تدري عني ويوم اللي تشوفني تقعد تسبني. لكن ادري هالحكي هذا مو منك. من عمك واهل ابوك. وهم اللي مدرسينك ومحافظينك علشان تيتقثني بهاليوم تقول لي هالحكي هذا. لكن اسمع عاد انا لاني امك ولا اعرفك ولا تعرفني ذلف. يلا من ولدها قبل لا يوصلون هلال وامه وتخترب السالفه. الله الله يا يما. تبرين من ولدك وظناتك. تمسكن الحين تمسكن. هاكي كان فهمني فهمني. وحاشني الحين قول لي من اللي وازك ودازك علي بهالليله تتقذني منه؟ عمك مو عمي؟ لا تذكريني فيه. عمي كفخني وهاوشني وطردني. يعني ايش معنى يطردك الا بهالليله؟ لحظه لحظه قولي بالله. عمك هاوشك وطردك مني وطريج من غير سبب؟ لا لا خالي السبب وايد بسيط. انا عمي راح حق المدرسة وشافني قايب 10 أيام بشهر. ين استخف. كيقول انت محروم عنك المصروف. خلاص حرمني المصروف. شفتوا شفتوا الظلم؟ لا بالله انه ظالم وغلطان. المفروض انه يكافئك على انك انت هايت وهد مدرستك. الله اكبر. تطلنا زين علي يا مرت خالي. يما ترى انا يوعان وما عندي ترى فلوس كلش. وامس على سندويشة واحدة بس. بعد عمري يا بعد شبد امك. امش خلنا اسوي لك عشاء. متسلط علي بهاليوم تدق فادي. امش قبل لا تسوين عشاء وتتعبين. انا ابي دياي وابي لحم لان فيني انيميا تيول. خلصني. امش خلنا اسوي لك قوزي. اخلص بس. الله يرحمك يا يوح. ظلم نوف. زوجها وهي صغيرة. صارت أم وهي ما تعرف معنى الأمومة. أكل أكل يما أكل. شنو وش فيه؟ بسم الله عليك الرحمن. قص العدو بريجة إن شاء الله. يما يما وايد مستعيلة. كذي ما قاعد توكليني. كنك نداف قاعد يترس المخده قطن. مو يا يما بسرعه. الله يخليك يا يما. يسلم عمرك يا يما. اخلص بطل حلجك. خلنا وكلك وخلص. يما اموت وعرف. انت ايش حقك كل ساعه طالعين ساعه؟ عندك موعد؟ يا ربي انا وين؟ انا عندي موعد. انا عندي موعد. انا اكو احد يجيني. احد يطلب بيهي. ناطره الاخبار الساعه 9 بتطلع. يلا علشان اخلص بروح اطالعها. اخبار ولا الاشعار الجويه؟ انت من متى تهتمين بالسياسه والاخبار؟ من عليها الحكي؟ مع احترامي لك انت حدك موجز نباوي يقب عليك. انت ليش ما تستحي على وجهك؟ لجيل الحياه. انت لجيل الحياه هذا الحكي تقوله حق امك؟ يا نيت انت يا نيت. تبي نصج يا نوف؟ مع احتراماتي لك ماني حسنك امي. شنو؟ ساعات اقول حق نفسي اكو سر بحياتي وكلكم فهمتوني انك امي علشان لا تصدموني وتكسرون بخاطري. ولا اكو ام بالدنيا تهد ولدها ولا تسأل عليه حتى بالتلفون. انت يا مينون يا ما اخذ لك شيء وياني. هالحكي انا ادري انه ما يطلع من راسك. اكو احد مدرسك اياه. احد تارس راسك فيه. قايلك اكره امك ولا تواطنها. لكن قل لي من اللي قايلك هالحكي؟ عمك ولا مرت ابوك الله يرحمه؟ كلهم كلهم صراحة مو مقصرين. كلهم يششوني عليك. استكفين يما. اذا عمي سأل عني لا
لا تقولين نيتك، بعدين انتي غشيمة عن عمي. إيده خباز يخبز ويمشي. توك الحين عرفت يخبز ويمشي؟ يعني الحين لا تلومني اني انا ليش ما اتصل فيك ولا اجيك ولا اسال عنك. كلهم يكرهوني ما يواطنوني، يبون يفرقونا عن بعض اصلا، لكن لهم الله ان شاء الله يا ربي. الله ياخذ قضاي منهم ان شاء الله. يمه شو اسوي؟ لا تلومني يا يمه، ترى انا مظلومه حالي حالك. كل يا يمه كل. وشنو هذا؟ ربعي يا يمه يو. ربعك راح من دبابات شنو؟ لا يا يمه ما يحتاج دبابات، سياك راي طريق الدبدبه. زين يلا يمه اعطيني فلوس، واذا ما عندك اعطيني الساعه اللي تبرق شحلاتها، واذا شو اسمه كبرت واشتغلت يبلك احسن منها. لا والله صدق اعطيك الساعه وانا اشوف شلون اشوف الوقت. اقولك ايش رايك اعطيك هدومي بعد؟ خذ هدومي واخلص، جيلي الحياه ما تسع على ويك. اعطيني الساعه اشطط قدامي، مش خل اعطيك فلوس خلاص. يلا خلص وراي شغل. يلا اموت واعرف انت ايش حقك كل ساعه تطالعين ساعه وراك موعد. ناطر احد؟ انا هذا بينني مو ناطر احد، خالك اللي ناطر احد. ناطر ناس بيون يشترون السياره. خلصني تحرك خل اعطيك الفلوس. ان شاء الله. هذيلا اكيد جايين يشترون سياره خالي، لازم اقص عليهم وانحشهم علشان يعرفون شلون يتطنزون علي خالي معمرته. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. يا هلا. ايش فيكم مستعيلين؟ الركاده ترى زينه، انتوا فكرتوا عدل قبل لا تاخذونها، ترى ما تسوى بيزه. ليه؟ ها شنكم انتم مصدقيني؟ انتم شفتوها ولا لا؟ طبعا شفناها. وهي بعد تقطع ترى مثلك. على فكرة أنت والظاهر المنظر بس غيركم، ترى من برا الله الله ومن داخل يعلم الله. الله الله، مش قلت لك؟ يبا يما 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 لصقين، هذا أكيد عنده غرض ثاني. لا ثاني ولا ثالث، تب تاخذها أخذها. وبعدين أنا لو أبيها كان من زمان أخذتها، وراح تلوم نفسك بعدين عليها. تو حمود معطيني إياها ببلاش. بلاش؟ مع احتراماتي أنا ما رضيت، بس اقول لك شيء، تعال وياي وانا اجيب لك احسن منها. انا ماني ماخذ غيرها، عناد فيك. كيفك؟ اكيد بتسوي مثل اللي قبلك اللي ردوها، حتى الميكانيكي اخذها. وصلت للميكانيكي؟ ايش دغن؟ حتى خباز الجمعيه اخذها اسبوع وردها. خباز؟ قب قب. شنو هذا اللي بيدك؟ هذا حلو. مع احتراماتي يا حلو. هاته. استنى. الحلو راح. الحلو احنا في الحلو دلوقتي. يلا بينا نمشي. وين نمشي؟ وانت عايز تخشون لهم بعد كل اللي سمعنا عنها؟ إما انت صدقين كلام هذا؟ هذا كذاب وحرامي. انت صدقين اختي المدير حمود تزوجها ميكانيكي وخباز؟ طب واذا طلع كلامه صحيح؟ خلاص يبقى لنا كلام تاني. والمشكلة نقطع بعض بالحيلة حنا نعيش نقطع ناخذ والسكوة تيشن.